بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنشتغل مع بعض مادة الادفانسد نتورك. هي طبعا سي سي ان ايه، بس يعني هناخد زي ما انتم عارفين ان السي سي ان ايه اصلا بنقسم الى 4 مديول، واحنا اخدنا في الشبكات اللي قبل كده اخدنا تقريبا مديول ونص، فهنحاول نكمل على المديولز ديت بحيث ناخد الحاجات المهمة اللي موجودة في ال4 مديولز دول. طيب اول لاب هناخد بس ريفيجن مراجعة على السي سي ان ايه سمستر 1، عشان لما ندخل في سمستر 2 نكونوا فاكرين كل الحاجات اللي احنا خدناها في سمستر 1. طيب ان شاء الله هنطبق مع بعض التوبولوجي ديت. هي التوبولوجي ديت عباره عن ايه؟ عباره عن شبكه هنا اللي هي 192.168.2.0. الجهاز الاولاني اللي هو اللابتوب 1 ده واخد 2.2، وطبعا الانترفيس بتاعه الجي 0 على 0 واخده 2.1، وعندي هنا الشبكه ديت واخده 1.0، فالجهاز ده واخد 1.2، والانترفيس بتاعه الجي 0 على 1 واخده ايه؟ واخده 1.1. وعندنا هنا الجهاز ده متوصل بالكونسول عن طريق الراوتر طبعا، بس ايه الوصله بالنسبه لي كونسول. عاوزين بقى نفتكر كل الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. اولا طبعا لازم ازاي نبقى عارفين ان احنا نحط الاي بي بتاع الاجهزه والاي بي بتاع الانترفيسز، وازاي نوصل وصله الكونسول، نعمل كونفيجريشن بتاعه الكونسول، وازاي نحط مثلا رساله ترحيبيه لو حد دخل على الراوتر اول مره، وازاي نحط مثلا باسورد على الكونسول، وازاي نحط باسورد على الفي تي واي، تمام. وازاي نعمل مثلا بعد ما نخلص الكونكشن نعمل بينج كده ونشوف الكونكتيفيتي مظبوطه ولا مش مظبوطه. فهنبدا كده نشوف الدنيا فيها ايه. طيب مبدئيا كده انت لما المفروض تفتح برضو الباكت تريسر، نفتح مع بعض كده الباكت تريسر ونبدا نشتغل. طبعا الباكت تريسر لما بيشتغل معاك، لو انت منزل الاصدارات الجديده يعني، لازم يطلب منك انك تعمل لوجن، تحط اليوزر نيم والباسورد عشان يفتح معاك، او تخش كجست. يعني انت لو دخلت كضيف او كجست، بس هو في حاله الجست دي ما بيخزنش معاك حاجه، يعني ما يدكش صلاحيه انك تخزن الفايل اللي انت ايه اللي انت اشتغلت عليه. طيب هو اول ما بيفتح معاك كده، عاوزين بقى دلوقتي نعمل التوبولوجي اللي هي موجوده عندنا في البي دي اف، تمام. عندنا زي ما اتفقنا ديت 2.0، الشبكه دي 2.0 متوصله بسويتش 2960، وعندنا راوتر 1941، وعندنا السويتش ده 2960 برضو، بس الشبكه ديت 1.0 والشبكه ديت 2.0، تمام. طيب هنبدا نرسم مع بعض التوبولوجيا. عندنا راوتر في النص اللي هو 1941، وهنبدا نيجي على السويتش نختار منها السويتش اللي هو 2960، ونختار السويتش اللي هو 2960 برضو، تمام. وهنوصل عن طريق هنيجي عند الأجهزة ونختار لابتوب اللي هو خلينا هنا زي البي دي اف بالظبط، عشان ده اسمه لابتوب 0 وده اسمه لابتوب 1. وعندنا هنا برضو لابتوب هنوصله بالكونسول عن طريق الايه الكونسول على الراوتر ده. طيب تاني خطوة عندنا بعد ما حطينا الكومبوننت بتاعتنا هنوصل التوصيلات. فأنت عندك في التوصيلات كذا اوبشن، يا اما تختار اوتوماتيك اوتوماتيك، يعني هو اللي يوصل اوتوماتيك بنفسه، هو اللي يشوف ايه المناسب ويوصله بنفسه، يا اما انت تختار كونسول، يا اما تختار الستريت، يا اما الخط المتقطع ده ماشي، اللي هو لو الاثنين طبعا زي بعض بالظبط نختار الخط ده ماشي. طيب احنا دلوقتي هنختار الخط اللي هو الايه كونديشن العدد بتاعنا اللي هو الستريت لاين. هنيجي على الستريت لاين ونيجي على اللابتوب 1 هنوصل على الفاست سي الفاست ايثرنت 0 على 0، ونيجي عند السويتش نوصله على الفاست ايثرنت 0 على 1، ونيجي برضو ناخد خط تاني او ناخد سلك تاني ونوصل فاست ايثرنت بالسويتش. نفس الكلام هنوصل بالسويتش على الفاست ايثرنت 0 على 2، بس نوصل ديت جي 0 على 0، ونيجي هنا نوصل على الفاست ايثرنت 0 على 2 وديت جي 0 على 1. وعندنا طبعا الكونسول اللي احنا نوصله هنوصل عن اللابتوب، بس طبعا احنا لو بنوصل كونسول فبنختار ار اس 232، وبنيجي على الراوتر بنختار الكونسول. يبقى احنا كده بس وصلنا التوصيلات، لكن طبعا مفيش اي كونكتيفيتي دلوقتي. يعني انت لو عملت بينج من الجهاز ده لاي جهاز تاني طبعا مفيش اي حاجه هتشتغل مع بعضها، لازم تظبط الاي بي هات بتاعتك. طيب زي ما اتفقنا في البي دي اف ان احنا عندنا الجزء ده كله شغال على الشبكه اللي هي 192.168.2.0، هندي ليه الجهاز ده 2 وهندي للانترفيس ديت 1. احنا دايما متفقين كده ان احنا بنحط على الانترفيسز بتاعه الراوتر بنحط عليها اللي هو اول اي بي في الشبكه. طبعا بالنسبه لنا اول اي بي في الشبكه اللي هو ايه اللي هو 1،
وتاني اي بي هندي للاجهزه، تاني والتالت والرابع على حسب الاجهزه الموجوده عندك. طيب يبقى احنا عرفنا ان دي شغاله على 2 0 ودي شغاله على 2 1. فهنيجي هنا على اللابتوب، هنحط الاي بي بتاعه الاول، كليك عليه كده لحد ما ايه ما يفتح لك صفحه كده. الصفحه دي هنيجي على الديسكتوب، نيجي على الاي بي كونفيجريشن، ونيجي على الاي بي ادرس. هنكتب الاي بي ادرس بتاعنا اللي هو 192.168.2 بس كام بقى؟ بس 2. طيب وعندنا هنا تاني 192.168.2.2، ونيجي هنا على الديفولت جيت واي هنكتب ايه؟ لسه ما حطيناهوش طبعا، بس ايه هنكتبه هنا بالمره عشان ايه ما نكتبوش تاني، ما نرجعلوش تاني. يبقى 192.168.2 كام؟ 2.1. تمام كده؟ طبعا ديت الديفولت جيت واي اللي هتبقى الاي بي اللي موجود على انترفيس جي 0 على 0. تمام؟ طيب خلصنا كده الجهاز الاولاني، هنيجي على الجهاز التاني نحط له الاي بي بتاعه اللي هو 192.168.1.2. ونيجي هنا على الديفولت جيت واي هنحط هنا 192.168.1.1. تمام كده؟ كده احنا حطينا الايبيهات بتاعت الاجهزه. نيجي على بقى الراوتر، عاوزين نعرف الجي 0 على 0 والجي 0 على 1. طيب بنعرف الكلام ده ازاي؟ بطريقتين، يا اما عن طريق الجي او اي وده الاسهل، يا اما عن طريق الكودينج. فطبعا هوريك الاثنين. هنيجي على طريقه الجي او اي، فبتيجي على الكونفيج دي تمام، وهتيجي على الجي 0 على اللي هو الجيجا ايثرنت 0 على 0، هتحول ديت بدل اون هتخليها علامه صح، يعني هتخليها اون يعني، وتكتب هنا الاي بي والسبنت ماسك بتاعك، وتيجي برده على 0 على 1 ونفس الموضوع اون، وهحط هنا الاي بي ادرس وهحط هنا السبنت ماسك بتاعك. طيب احنا عاوزين نعملها بالطريقه الايه؟ الكونديشنال بتاعتنا اللي هي طريقه الكودينج. فنيجي على السي ال اي ونعمل مثلا اكزيت من هنا كده. هنبدا دلوقتي، احنا دلوقتي هندخل على الجي 0 على 0. طبعا احنا دخلنا دلوقتي على الكونفيجر تيرمينال، يعني انت قبل كده كنت مثلا على اليوزر بريفليجد مود، بعد كده دخلت على اليوزر مود، بعد كده دخلت على البريفليجد مود، بعد كده دخلت على الكونفيج. لو عاوزين نرجع من الاول تاني بنرجع ايه بالشكل ده كده ماشي. ديت اللي هي ايه؟ ديت اللي هي اليوزر بريفليجد مود. البريفليجد مود عاوزين نخش بقى دلوقتي على الكونف تي اللي هي كونفيجر تيرمينال، هيبدا يدخل لك على الكونفيج. عاوزين دلوقتي بقى ندخل على انترفيس اللي هي جي 0 على 0، هنقول له انترفيس، ممكن اقول الاختصار بتاعها على طول، او ممكن اقول له انت كده والتكا تاب انترفيس جي 0 على 0 ماشي كده. اتدخل جوه الايه الانترفيس دي، عاوزين نحط لها اي بي، هنقول له اي بي ادرس 192.168.2.1. طبعا السبت ماسك بتاعك اللي هو 255 0. ليه بنعمل كده؟ عشان احنا طبعا في كلاس ايه؟ في كلاس سي. طيب بعد كده اتكا انتر، بس ناقص حاجة مهمة جدا اللي هي النو شت داون، هنقول له نو شت داون. ليه نو شت داون؟ عشان طبعا هي باي ديفولت بتبقى ايه؟ بتبقى مقفولة، فاحنا دلوقتي بنفتحها. طيب هنخش على الانترفيس الثانية. لو انت لاحظت دلوقتي بعد ما خلصنا الانترفيس الأولى هتلاقي إن العلامة بتاعت الايه؟ الأحمر بقت أخضر هنا كده، ده معناه إن أنت دلوقتي عملت انيبل وحطيت أي بي هنا، يبقى الحتة دي اتظبطت بالنسبة لك. بعد شوية برضو الأورنج ده هيختفي، فهتلاقي كل ده أخضر. تمام؟ عاوزين نخش على الانترفيس الثانية، فممكن اقول له انت جي 0 على 1 ماشي، واقول له اي بي ادرس 192.168.1.1 و255 255 255 0. تمام؟ وبعد كده اقول له نو شت داون، وبعد كده نو شت داون، وبعد كده اقول له ايه؟ اقول له اكزيت. كده انا خلصت الجزء بتاع الجزء اللي تحت كله، اللي هو الجزء ده ظبطته والجزء ده ظبطته. طيب دلوقتي لو انت جيت هتعمل بنج ما بين اللابتوب 1 اللابتوب 0 ده واللابتوب 1 هيشتغل معاك عادي. ليه؟ لان ده الجزء ده لسه مالوش علاقه بيه، يعني هو هنا بيعدي عادي مفيش مشكله. تمام؟ طيب نيجي نشوف ايه اللي بعد كده. طبعا الجزء ده كله خاص بيه الكونفيجريشن اللي احنا عملناها دلوقتي من شويه، اللي هو رقم 1 ده الكونفيجريشن بتاع اللابتوب 0 اللي هو على اليمين، والتاني ده اللي هو على الشمال، ده اللي هو على اليمين وده اللي هو على الشمال. تمام؟ والاي بي هاب بتاعت الانترفيسز احنا حطيناها بايه؟ حطيناها بالكودنج. ديت الطريقه اللي انت بتدخل عليها اللي احنا قلنا عليها في الاول، يعني بتاعت الكونفيج، تخش على الجيجا ايثرنت 0 على 0، تحط ايه؟ تخلي الاون ديت تحط عليها التشيك بوكس بتاعها، وتحط الاي بي وتحط السبنت ماسك. نفس الكلام في الانترفيس الثاني.
وبعد كده بتست الايه الكونكتيفيتي ما بين اللابتوب 0 واللابتوب 1. دلوقتي مثلا عاوزين نعمل تيست للكونكتيفيتي، فنيجي على اللابتوب 0 ونيجي على الكوماند برومبت ونقول له ايه، نقول له بينج 192 168 التاني كام 1 2، اقول له انتر وانتظر شويه كده. طبعا اول مره هو ممكن يقول لي ايه ريكوست تايم اوت، بس بعد شويه بيرد عليا يعني. فطبعا لو لقيت ان السند فيها قيمه والريسيفد فيها قيمه، يعني مفيش واحده فيهم زيرو، يبقى انت كده ايه الكونكتيفيتي بتاعتك صحيحه. طبعا لو انا جيت جربت تاني هيجيب لك الريسيفد باربعه والسند باربعه، فهو ما عندوش مشكله، يبقى كده الكونكتيفيتي تمام بالنسبه للابتوب الاولاني مع اللابتوب تاني. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ خلينا نشوف البي دي اف هيقول ايه. دلوقتي هيقول لي ايه؟ هنفتكر برضو شويه حاجات خدناها قبل كده في الكونفجريشن بتاعت الراوتر. احنا عاوزين دلوقتي نعمل كونفجريشن على الكونسول، وفي نفس الوقت ايه؟ نعمل نغير هوست نيم ونحط باسورد على الانيبل، ماشي؟ اللي هي البريفليج مود، يعني لما يجي حد يدخل هيطلب منه باسورد، ونحط بانر كده اول ما تدخل على الراوتر يطلب يعني يعمل لك رساله كده اللي هي الويلكم، اي رساله يعني. وبعد كده تخش على لاين كونسول 0 عشان تحط الايه؟ تحط الباسورد بتاعها، والباسورد ده هيبقى على اللوجن والاكزيت، وتحط برده باسورد على الفي تي واي، ماشي؟ طبعا الفرق ما بين الكونسول والفي تي واي ان الكونسول لازم يكون السلك متركب قدامي، يعني الراوتر موجود والجهاز موجود وانت موصلهم عن طريق الكونسول كابل، لكن الفي تي واي لا، الفي تي واي ديت ممكن ناس من بره، يعني انت مثلا شغال في مصر والجهاز انت شغال عليه في مصر ده فيه مشكله، فعاوز حد مثلا من امريكا يدخل يحل المشكله، فانت بتشغل في تي واي وتحط عليها باسورد، فممكن حد يخش على الجهاز من خلال الفي تي واي. وطبعا كان في حاجه قبل كده برضو اسمها الاس اس اتش، والفرق بين الفي تي واي والاس اس اتش ان الفي تي واي نوت سكيورد، يعني مفيش ايه، مفيش انكريبشن ما بين الراجل اللي هو شغال في امريكا والراجل اللي شغال في مصر، لكن الاس اس اتش كانت مشفره، وكانت مشفره لو تفتكر بحاجه اسمها الار اس اي. طيب مش موضوعنا دلوقتي، بس اهم حاجه دلوقتي اللي احنا نعمل شويه حاجات الاساسيات دي. هنعمل اول حاجه كونفيجر، هنخش طبعا على الكونفيجر تيرمينال نغير هوست نيم نخليه ار 1، ونحط على الانيبل سيكريت سيسكو، ونحط رساله. فخلينا نمشي واحده واحده كده ايه بالجزء ده كده. فهنيجي على الراوتر، كليك على الراوتر، طبعا احنا معانا اهو، احنا اصلا دلوقتي في الكونفيج تيرمينال. فاول حاجه طبعا نعملها ممكن نغير الهوست نيم، الهوست نيم بتاعنا نسميه ار 1، ماشي؟ طيب وهنحط على الانيبل باسورد، نحطه انيبل سيكريت، والباسورد ده يكون سيكريت، نحطه مثلا سيسكو، تمام؟ طيب وايه تاني؟ وعاوزين نحط بانر اول ما حد يخش على الجهاز، اول ما حد يخش على الراوتر نشوف الايه الرساله دي، فهنقول له بانر ام او تي دي، ماشي؟ ونحط اي علامه كده ونقول له مثلا ويلكم to our router، تمام؟ ونفصل برضو ايه بنفس العلامه اللي احنا ايه عملناها. طيب كده احنا عملنا الهوست نيم غيرناه، وعملنا باسورد للانيبل اللي هي البريفليج مود يعني، وحطينا رساله ترحيب اي حد يخش على الراوتر فتظهر له رساله الترحيب دي. طيب نيجي نشوف ايه تاني، عملنا البانر. عاوزين بقى دلوقتي نخش على اللاين كونسول 0 عشان نحط عليها الكونفيجريشن بتاعتها، هنقول له لاين كونسول 0، ماشي؟ هنقول له الباسورد بتاعك، الباسورد بتاعك مثلا نخليه سيسكو 1، ماشي؟ وهنقول له الباسورد ده هيتحط على ايه؟ هيتحط على اللوجن، يعني اي حد يعمل لوجن باستخدام الكونسول اطلب منه باسورد اللي هو ايه اللي هو سيسكو 1، تمام؟ وبعد كده ايه، وبعد كده اكزيت. وبعد كده خلصنا الكونفيجريشن بتاعت الايه بتاعت الكونسول. يبقى احنا عندنا هنا دخلنا على الكونسول لاين كونسول 0، كل واحده هي مكتوبه جنبها الكومنت بتاعها، عملنا السيت الباسورد اون كونسول لاين، وبعد كده عملنا حطينا الباسورد ده وين لوجنينج على الايه على الراوتر، وبعد كده عملنا اكزيت. طيب عاوزين نعمل برضو ايه التفاصيل بتاعه الفي تي واي، هي نفس التفاصيل بالظبط، بس الفكره ان بدل ما تقول لاين كونسول 0 هتقول له ايه لاين في تي واي 0 ل 4. طبعا 0 ل 4 دي معناها ان في كذا مكان او كذا، يعني من 0 ل 4 ده معناه ان كذا حد ممكن يدخل على الراوتر في نفس الوقت، فده معناه هم اصلا كلهم من 0 ل 15 اللي هم 16 مكان يعني. فدلوقتي بس انا بحط باسورد على من 0 ل 4 بس. طيب
دلوقتي انا ممكن اخش على الراوتر تاني واقول له ايه لاين بي تو واي من 0 4، حط لي باسورد اسمه سيسكو 1 برضو ماشي، على اللوجن تمام، واقول له ايه واقول له اكزيت. يبقى انا كده عملت ايه الباسورد، عملت كل الكونفيجريشن الخاصه بيه الكونسول والكونفيجريشن الخاصه بيه الفي تي واي. طيب نيجي بعد كده نشوف في ايه. بعد كده احنا كنا فاكرين قبل كده لما كنا مثلا عاوزين نشفر كل الايه الباسوردز الموجوده عندنا، فعندنا سيرفيس كده اسمها سيرفيس باسورد انكريبشن، انت ممكن تكتبها مره واحده بس هتقوم مشفره لك كل الايه كل الباسوردز الموجوده عندك في السيستم او الراوتر. فهنقول هنا سيرفيس باسورد انكريبشن بالشكل ده كده، انا بتك كتاب عشان اكمل كده، كل حاجه اتشفرت عندي. وبعد كده بعمل عاوزين نعمل راننج كونفيج للستارت اب كونفيج، يعني عاوزين نكبي الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها في الستارت اب كونفيج، بحيث لما اقفل وافتح تاني يبقى الحاجات اللي انا عملتها دي كلها ايه متسيفه عندي. فانا هقول له ايه، انا هقول له انت عشان ارجع بس الايه للحاله اللي قبل كده اند او اكزيت يعني. وبعد كده اقول له ايه كبي راننج كونفيج للستارت اب كونفيج. وليه طبعا رجعنا قبل كده؟ لان الكوماند ده ما بيشتغلش الا في الحاله بتاعه الايه بريفليجد مود. واتك انتر، هيقول لي انت متاكد فعلا؟ هقول له متاكد، يبقى كده ايه تمام. طيب دلوقتي عاوزين بقى نعمل اكزيت، عاوزين نرجع بره خالص اكزيت، يبقى انت كده رجعت بره خالص. اول ما رجعت بره واتكيت انتر ايه اللي حصل؟ بص بقى كده هتلاقي في رساله ترحيب اللي ظهرت لك اللي هي ويلكم تو اور راوتر تمام، وعندك اليوزر اكسس فيريفيكيشن طالب منك باسورد. ايه الباسورد ده؟ الباسورد ده هو بتاع الكونسول، اول مره لما بتيجي تخش على الراوتر كده بالطريقه دي ماشي، بيطلب منك الباسورد بتاع مين؟ بتاع الكونسول. فانا ايه الباسورد بتاع الكونسول؟ اللي هو اسمه سيسكو 1، لكن الباسورد بتاع الانيبل اسمه سيسكو بس، فهنا لازم اكتب ايه؟ سيسكو 1. اول ما اكتب سيسكو 1 هيخش على اليوزر مود، اول لما يخش على اليوزر مود وعاوز ادخل على الانيبل مود، اول لما اقول له انيبل هيطلب مني باسورد تاني، الباسورد التاني ده بتاع مين؟ بتاع الانيبل اللي هو اسمه ايه اصلا؟ اللي هو اسمه سيسكو. طيب يبقى كده دخل على الايه؟ البريفليجد مود. طيب انا دخلت دلوقتي على البريفليج مود، عاوز اخش على الكونفيج مود، هقول له ايه؟ هقول له كونف تي. يبقى انا دلوقتي ايه في الكونفيجر تيرمينال، واقدر اعمل نفس العمليات اللي انا عملتها قبل كده. طيب كده انت دخلت كونسول من نفس الايه؟ من نفس الراوتر، يعني انت كانك موصل كونسول على نفس الراوتر. طب احنا عاوزين ندخل من الكونسول بتاع الجهاز نفسه، فهنيجي هنا مثلا عندنا الجهاز ده متوصل بالكونسول هنا كده، فلو جيت على الجهاز ده كده وقمت قايل له ايه؟ هتلاقي فيه هنا حاجه اسمها تيرمينال، يعني لو جيت على الديسك توب هتلاقي فيه حاجه هنا اسمها تيرمينال وحاجه اسمها كوماند برومبت. طبعا الكوماند برومبت انا بستخدمه لو انا بعمل بينج مثلا، لكن التيرمينال ده بستخدمه لو انا عاوز ادخل من خلال الكونسول على الجهاز. فدلوقتي لو انا دخلت على التيرمينال، اول لما كليك على التيرمينال كده هتلاقي فيه اوكي تحت، اول ما كليك على اوكي هيدخل على الراوتر، بس طبعا اول ما تك انتر هيطلب منك الباسورد برضه، وجاب لك الرساله بتاعه اليوزر اكسس فيريفيكيشن، جاب لك الرساله قصدي بتاعت ويلكم تو اور راوتر. طب وطلب منك الباسورد، طب الباسورد ده بتاع مين؟ بتاع الكونسول طبعا، فلازم تكتب هنا سيسكو ايه؟ سيسكو 1 عشان يدخلك على اليوزر مود، وبعد كده تكتب انيبل عشان دي تدخل على البريفليج مود، بس هيطلب منك الباسورد بتاع الانيبل، فهتطلب منه ايه؟ هتكتب له سيسكو عشان يدخلك على الانيبل، وبعد كده ايه؟ كونف تي عشان يدخلك على الكونفيجريشن. يبقى انا كده دخلت من الكونسول عن طريق الراوتر نفسه او عن طريق ايه؟ جهاز من بره. تمام كده يا شباب؟ ده سيكشن، ده اول سيكشن في الادفانسد نتورك. ان شاء الله هنكمل فيه المرات الجايه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.